يعني المجلس لحد الآن ليس لدينا الإحصائيات التامة، وإنما يقال أن الخلع الآن بلغ تقريبا 20% من نسبة، يعني من نسبة فك الحالات تاع الأسرة، وهذه النسبة يعني هي متزايدة الآن، يعني تكبر كل سنة تكون أكثر. إحنا نحب تقييد الطلاق والخلع، لكن تقيدوه بصفة نظامية، صفة قانونية. كل إنسان يطلب الطلاق ولا يطلب الخلع، القاضي يقول من حقك هذا ويحكم له بالطلاق ويحكم المرأة بالخلع وخلاص. لا، لازم يكون هناك يعني التزامات. قال أنت باش تطلق لازم لك، يعني هناك أمور